واخوتي نتمنى من الله تكونوا ارتحتوا. جبت لكم هذه الحلوه اليوم اللي باغي لك صحتو. نعم سيدي ضروري خصو يكون عندك السطال اللي مدري وعامر بالجدري وعنده اكسبيريونس المد المجري طبعا. شني تما واحد حومه بيطات اولا تقدر تقول مدينه بيطات ماشي بالحباد وبالمتر مكعب كيتحسبوا، وضروري تخفي يدك ورجليك ووجهك وزيد ضيف لي نعم سيدي السكر العبار بلا ما تفكر تتعيا. قال لك سيدي حرك لي الاله وطلب استقاله. شني هذا الطحين اولا الاسمنت تا هو سلك صافي الاخوان خليها تخدم. ماكينه ما قدرش نقول فيها شي كلمه العيب حيت صراحه واخا معلكه ومدريه من برا من داخل نقيه الا لاحظتوا معايا. صافي كريمه طلعت قسم بالله وتقلبي طلع على ايام. قال لك الماكينه كتخليها كتحرك كتضيف عليها المد المجري باش كيعطيها لا تيكستور ديال الوافات. صافي انا اللي عجبني في الشاف ديالنا لابس فوطه ديالو محترم الاجواء وبكاع النقاوه الخاوه كنسرمو داكشي اللي بقى تما باش والو ما يضيع. في شله اللي يداك توضى سير اخاوه ديالي ديها دوش بها وردها والله ما مزروبين. عيط لولد حبيبي ويكبوا ديك السائل المائل في هذا الاناء الهائل. هذا الاناء هذا هو سر النجاح د هادشي هذا. عليه صراحه طلع فيلم ما نقدروش يستغناو عليه وما يقدروش يغسلوه ايضا حيت الا غسلوه هيشدو محل مشيو يتكاو او يدو اخوتي. يدو هي اكثر حاجه استعمالا لله حتى ما كاين لا من لاسه لا هلاسه. هادشي كيحيد ستريس. قال لك اسيدي كل ما كانت اليد ماشي نقيه كتكون سخيه وكترد الكرش مرخيه زعما جاريه من الاحسن لله يقصح فينا كرش. صافي الاخوان نديو هادشي للعذاب الالم ونشوفوا بعد قليل. قال لك اسيدي صافي وجدت الامور راني نشوفوا النتيجه الذهب اللؤلؤ تالفه والله تتقول لي يا قوت الخط وغير ما تزبيوش باقا تعجبكم النهايه. انتم اللي عجبني واثار انتباهي هو هاد اللبسه الموحده اللي عاملين الشيفان ديالنا هنايا كيحيد واحد شويه التورمات والالتهابات والتسلخات الكيكانيته حيت مرطت ابان بالو كانت قاعده كنحيدوا الجريده وبلا تعليق عليها حيت الحمد لله ما استخدمش بابي دو طوال. حنايا عملنا جوج طبقات غزالين كنجيبوا اللاندوي ديالنا ندوزوا دابا لعمليه الصباغه. الا ما كنتيش كتعرف تجيار وكذا ريح تفرج معايا الشاف ديالنا هو جالس كيلبس هذا الكيكه ديالنا ملء الفراغ بما يناسب جوج طبقات ملاح. صافي الاخوان نعملوا طبقه فوق طبقه. هذا اخوتي باش نعرفكم عليها دابا هذه هي الحلوه ديال اخر عيد ميلاد في حياتك فهمتي قلب الوداع اسمه. وهاد السيده اللحيه اللي معدنا الطرطه هو نيت ولا يغسلك زعما ملي غادي تسيب بحال اللي تقول ديتي باك فهمتي يعني داخله في ماركتينغ ديجيتال اندستريال والله ما نعرفش كنقول. المهم الاخوان ان حتى هو قايم السيد بالواجب الصراحه الشكل ديالها مغري جدا طوبي بوكو راه بزاف. انا والله اخوتي نجبرك تتبع تنشريها. تفرج معايا هو اللاندوي ديالنا سط الغزال وتوغو ديال صراحه هاد الله. المهم الاخوان خصك على الاقل تكون قباص باش تطلع الديكور هذا. شوفوا معايا تحف 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 هنا المشمش الروح ديال المشمش باش الله تعيش عيش وبكل روح رياضيه والله تتزرفك الطرطه وتشريها اخوتي. شوف 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 الحلاوه والعصافير توزق زيق اقسم بالله للترايط والله الا العجاب من فوسط ديك الهرج والمارج اختار انه يخرج واحد النتيجه ما تحسكش بالحرج. الله العمل في لومبالاج والله يجيب الفرج مع القوم الهامج.